المباراة اللي كما قلت تأتي في سياق وظروف خاصة، ظروف تطغى عليها حالة الترقب في انتظار قرارات الكاف، حتى لا أقول العقوبات، وإنما قرارات الكاف في حق الكرة المغربية بعد أن تشبث المغرب بقراره السيادي بطلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم في نسختها 30، ولكن الكاف برئيسها عيسى حياتو فهو ارتأى غير ذلك. كان هذا النشيد الوطني لزيمبابوي، ونستمع الآن للنشيد الوطني المغربي بحضور قرابة يمكن نقول 12 حتى 14 ألف متفرج أتت جنبات هذا الملعب الجني. صورة رائعة، صورة جميلة نعيشها هذا المساء ويعيشها المشاهد الكريم معنا مباشرة من الملعب الكبير مدينة أكادير. صورة جميلة يرسمها الجمهور الذي حضر بكثافة يمكن أن نقولها على غرار المباراة السابقة يوم الخميس الماضي أمام البنين، بحيث كان بلغ العدد 15 ألف متفرج وتقريبا نفس العدد الذي يحضر هذه المباراة. حضور له دلالته، يعني فيما يعني هي رسالة واضحة للكاف ولرئيس عيسى حياتو بأن الجمهور المغربي يبقى وراء منتخبه مهما كانت الظروف. المنتخب الوطني يدخل هذه المباراة بالتشكيلة الثانية، ياسين بونو في حراسة المرمى، مروان الشماخ كعميد الفريق، مروان داكوستا، أشرف الزعر، أيوب الخليقي، كريم الأحمدي، جمال أيت بن يدر، عمر قدوري، عصام العدوى، عاطف الشحشوح، عبد الرزاق حمد الله. هذه التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني. بقية اللاعبين أنس الزنيتي كحارس مرمى، محمدي كحارس مرمى أيضا، عبد الرحيم الشاكير، محمد الحاج، محمد أبرون، زهير فضال، منير عبادي، محسن ياجور، زكريا البيض. هذا زكريا البيض الذي تردد أنه لن يشارك في هذه المباراة فهو موجود ضمن اللائحة، رشدي أشنطيح وأسامة السعيدي. هذه هي العناصر الوطنية التي اختارها المدرب بدو زكي، أو بالأحرى هي التي تتواجد في هذه المباراة. بقيت أو منتخب زيمبابوي، وربما يكون الملاحظ أو الشاهد المتتبع الكريم أن اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي فهم صغار السن، مما يوحي بأن المنتخب الزيمبابوي وحضر هذه المباراة بالعناصر الأولمبية، لأنه كيظهر من خلال الملامح ديالهم أنهم صغار السن، ما عندهمش عدد كبير بالمباريات
المباريات الكبيرة، وقد حاول المرافقون لهذا الفريق القول بأن الأمر يتعلق بالمنتخب الوطني، المنتخب الأول ديال زيمبابوي. قد يكون الأمر كذلك لأن منتخب زيمبابوي الذي يمر بفترة عصيبة جراء المشاكل المادية التي تعصف بهذا المنتخب، قد يكون هذا هو المنتخب الأول الذي يعول عليه لبناء أرضية من جديد لمنتخب زيمبابوي. وقد تم الاختيار هذا المنتخب الأولمبي، هذا المنتخب على اعتبار أنه كان حقق نتائج جيدة في النهائيات الشان بطولة إفريقيا للمحليين التي كانت أقيمت مطلع هذه السنة بجنوب إفريقيا، وسنعود لهذا الموضوع. على كل زيمبابوي تدخل هذه المباراة بالعناصر التاليه في حراسة المرمى دونوفان، بقيه اللاعبين بليسينغ، رونالدو هو عميد الفريق، تيناغي، سيباندا، بوني، موكانواري، نيوني، وروزيري، بيليلي، ومويو في الاحتياط. هناك موكويا، مافومونغا، شمويري، مانديرانغا، و مباوغي. المدرب هو كاليستو باسوا، وهذا هو المدرب اللي يتولى قيادة المنتخب الزيمبابوي حاليا، هو المدرب ديال منتخب أقل من 23 سنة أي المنتخب الأولمبي، وقد حل قبل 3 أشهر مكان المدرب اللي كان رسمي واللي استقل جراء عدم توصله بمستحقاته لمدة تقارب 7 أشهر. هذا يؤشر إلى الضائقة المالية التي تعاني منها الكرة الزيمبابوية، الكرة الزيمبابوية اللي كتبقى على كل كتبقى يعني ما نقولش مغمورة فقط، ولكن ما عندها حتى هوية الكرة الزيمبابوية على الصعيد الإفريقي، بالكاد مشاركة اثنتان في كأس إفريقيا للأمم وخروج من الدور الأول. كانت قلت مشاركة مشرفة للكرة الزيمبابوية في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين في الدورة التي أقيمت مطلع هذه السنة بجنوب إفريقيا، بحيث المنتخب الزيمبابوي كان وصل لنصف النهاية. هذه فرصة لفادة المنتخب الوطني من الجهة اليسرى لعمر القادوري، عمر يحاول مرور كيستان، والكرة قد ترتطم بالعارضة. أول فرصة، أول محاولة خطيرة للمنتخب الوطني من المتألق عمر القادوري. نتابع مرة أخرى لاعب تورينو للتهيئ والمراوغة والتسديد، والكرة ديالو كترتطم بالعارضة، وكان قاب قوسين أو أدنى من إحراز الهدف الرابع ديالو مع المنتخب الوطني في المباريات الودية التي خاضها لحد الآن مع المدرب بدو الزكي. كرة مع المنتخب الوطني، فصل الميدان، تركيز مع البداية على الجهة اليسرى، حمد الله عبد الرزاق، محاولة التخلص من المدافع ديال الزيمبابوي، كترجع الكرة عند اللاعب الزعر عمر القدوري، مروان الشماخ، كتنتقل الكرة للجهة اليمنى، سديدة ولكن بعيدة من أيوب الخالقي، بقدر أنه انسجم بشكل كبير لحد الآن مع بقية اللاعبين ديال المنتخب الوطني، ولذلك نوجدوا السيد بدو الزكي، فهو اعتمد عليه تقريبا في المباراة الماضية في 90 دقيقة ديالها، وهو الآن كاعتمد عليه كرسمي في هذه المباراة. نفذت كرة من حارس المرمى دونوفان الخليقي، حارس ياسين بونو اللي انضم هذه السنة لفريق ساراقوستا الإسباني قادما من أتلتيكو مدريد. أمسيف اللي كان حرس المرمى ديال المنتخب الوطني في المباراة أمام بيني الخميس الماضي فهو رحل للالتحاق بفريقه أونيون برلين أحد أندية القسم الثاني بألمانيا. هذه فرصة لفادة المنتخب الوطني، ولكن كنلاحظوا اللاعبين ديال زيمبابوي كلهم راجعين للوراء، الخوف من تلقي الهدف بصورة مبكرة.
كرة في التماس لفائدة منتخب زيمبابوي. الحكام إيف روبونا مبورو من الغابون بمساعدة سيرج ميي ودافيد أوبامبا، قلت ثلاثي من الغابون. الحكم الرابع سيد عادل زرق، ومندوب مباراة سيد الحسن قرطة من المغرب. كرة مع المنتخب الوطني، كرة في وسط الميدان وتماس لفائدة منتخب زيمبابوي. هذا المنتخب الذي يحتل حاليا المرتبة 101 في الترتيب أو التصنيف الذي تصدره الفيفا شهريا. انطلاقة في هجمة لفائدة المنتخب الوطني، ولكن تدخل المدافع سيباندا وتماس للمنتخب الوطني. سيد بدو الزاكي الذي يبدو أنه مرتاح للتقدم الذي أحرزه لحد الآن، والميكانيزمات التي أصبحت تدور بشكل جيد برأي السيد بدو الزاكي، ويستدل على ذلك بالحصة العريضة التي فاز بها المنتخب الوطني الخميس الماضي على البنين 6-1. كرة في وسط الميدان، عمر القادوري الذي يسير ليصبح هو صانع الألعاب المنتخب الوطني على مستوى وسط الميدان، وهو أثبت المهارة ديالو اللاعب القادوري. كرة للجهة اليمنى عند عاطف شحشوح، عدوى وتماس لفائدة المنتخب ديال زيمبابوي. المنتخب الوطني هذا هو المدرب كما قلت ديال المنتخب الزيمبابوي، هو اللي كان قاد هذا الفريق في نهائيات كأس افريقيا للمحليين بجنوب افريقيا. قلت الإداك المنتخب ديال زيمبابوي كما هو الحال بالنسبه للمنتخب الوطني، كان وصل لنصف النهايه وكان هزم امام ليبيا، كان في نفس المجموعه من المنتخب الوطني، تقريبا انهوا المنافسات ديال المجموعه ديالهم في نفس الرتبه، انما المنتخب الوطني كان متقدم بفضل النسبه العامه بخمس نقاط لكل فريق. المنتخب الوطني نتذكر جميعا هذه فرصة لفائدة المنتخب ديال زيمبابوي، ولكن تدخل لاعب داكوستا. قلت تلك المباراة الغريبة الأطوار ديال المنتخب الوطني اللي كان منتصر 3-0 على منتخب نيجيريا في نصف النهائي، ولكن انهزم في نهاية المطاف 4-3 في الوقت لمنتخب زيمبابوي. كما قلت انهزم أمام منتخب ليبيا في نصف النهائي، والمنتخب ليبيا نتذكر جميعا هو اللي كان فاز باللقب. كرة الآن لفائدة منتخب زيمبابوي، محاولة للبناء ولكن كتضيع الكرة. أيت بن يدر جمال ممتازة للجهة اليمنى، لاعب ديال أوكسر، لاعب عاطف شحشوح كتضيع منه الكرة وتمس لفائدة المنتخب الوطني. عاطف شحشوح اللي وجناد لحد الآن كرقم ثابت في التشكيلة ديال المنتخب الوطني منذ منادت عليه من طرف الناخب الوطني سيد بدو الزكي. كرة للجهة اليسرى، كانت محاولة للانطلاق ولكن قضيها للمنتخب الوطني. ياسين بونو من مواليد 1991 كريم الأحمدي لعدد موسم للبطولة الهولندية من بوابة فريقه السابق فاينورد، بعد تجربة بإنجلترا وتحديدا بفريق أستون فيلا. هنا ضربت خطأ لفائدة المنتخب الوطني، وراء الكرة لاعب عمر القدوري. كرة دائرية، ما كانش تسلل، ولكن حارس المرمى، شوف صغير السن حارس المرمى بيرنار دونوفان
تسلل. المنتخب الوطني كان فاز في اول مباراه ديالو مع الناخب الوطني بادو الزكي المباراه الوديه لموزمبيق 4-0 في التجمع اللي كانت قام بالبرتغال، انهزم امام انغولا 2-0، انهزم في روسيا. ما كانش ضربه جزاء يقول الحكم، كان متابع وكان الجمهور يتمنى ان يحصل المنتخب الوطني على ضربه جزاء والهدف الاول في هذا الوقت المبكر حتى تفتح الطريق. حكم الغابوني نتابع مرة أخرى، كان تدخل أمام اللاعب شمخ لاعب كريستال بالاس دينا ركنية لفادة المنتخب الوطني. تنفذ ضربة رأسية ما مشاتش بعيد، كانت ممتازة من اللاعب أيوب الخليقي. المنتخب الوطني كان هازم أمام روسيا 2-0، تعادل أمام قطر 0-0، فاز على ليبيا 3-0، فاز على جمهورية افريقيا الوسطى 4-0، فاز على كينيا 3-0، وفاز على البنين يوم الخميس الماضي 6-1. هذه ثاني فرصة للمنتخب الوطني، كيبقى قريب من زيارة الشباك الزيمبابوية. تلقى الآن في وسط الميدان جمال آيت بن يدر، كيرجع للوراء أيوب الخليقي. محمد أمسيف، المهدي بن عطية غادر معسكر المنتخب الوطني بعد مشاركته في المباراة الأولى أمام البنين. أمرابط يغيب عن هذه المباراة بسبب الإصابة، كانت صاب في المباراة ديال الودية ديال الخميس الماضي. فرصة كترجع دائما عند المنتخب الوطني، تسديدة كترتطم بالدفاع، كترجع عند اللاعب عدوى لكن كضل كرة الأول اللاعب الشماخ، كترجع مره اخرى عند اللاعبين ديال المنتخب زيمبابوي. ما كانش تسلل، فرصه للمنتخب زيمبابوي في المعترك، ولكن هناك تدخل ناجح للمدافعين وكانت سديده، كان في نوع من الخطوره على مرمى ياسين بونو. نتابع مره اخرى، يعني لمسات الكره الرجل ديال المدافع وتحول شويه الاتجاه ديالها، انما مشات باينه يدي الحارس. كانت محاولة عن طريق اللاعب بوني رقم 8. كرة اللي فاتت المنتخب الوطني الجهة اليسرى، لاعب حمد الله عبد الرزاق لاعب غوانكزو الصيني، محاولة فعلا مراوغة جميلة تمريرة، ولكن الدفاع يتدخل. يجب على اللاعب المنتخب الوطني ألا ينساق وراء الإيقاع المتسرع والبحث عن أول هدف في أسرع وقت ممكن، لأنه الهدف سيأتي بالتأكيد. وهذا ما يظهر، هذه فرصة لفادة المنتخب الوطني، ولكن كان تمريرة في اتجاه المدافع ماديبي تيناغي. كيبقى الهداف ديال المنتخب الوطني حتى الان في هذه المباريات الوديه وحمد الله عبد الرزاق 5 ديال الاهداف، والقدوري عنده 3 ديال الاهداف. المنتخب الوطني سجل حتى الان 20 هدف ودخلت المرمى ديالو 5 ديال الاهداف. كره للحارس ياسين بونو، متر 89 سنتيمتر، كان الحارس ديال الوداد قبل انتقاله للبطوله الاسبانيه. كرة للمنتخب الوطني، ضغط وعودة عند الحارس ياسين بونو. 3 ديال حراس المرمى كيشاركوا في هذه المباراة إلى جانب ياسين بونو. هناك أنس الزنيتي حارس مرمى الجيش الملكي، وعبد العليم محمدي حارس كوكب المراكشي، وكان أيضا منتظر أن يلتحق بهذا الثلاثي حارس المغرب التطواني المتألق محمد اليوسفي، ولكن الإصابة حالت دون ذلك. تماس لفائدة المنتخب الوطني كريم الأحمدي، كرة تنتقل للجهة اليمنى عند أيوب الخليقي، عاطف شحشوح كريم الأحمدي،
عمر القدوري. عمر يمرر ممتازة من جانب لاعب حمد الله عبد الرزاق. وركنية هي الثانية للمنتخب الوطني. تفاهم كيدار لحد الآن بين اللاعبين عمر القدوري وحمد الله عبد الرزاق، ثنائي ربما كيراهن عليه المدرب سيد بدو الزكي لخلخلة الدفاع للمنتخب زيمبابوي. أشرف زعر، عمر القدوري، عاطف شحشوح، يمرر الجهة اليمنى أيوب الخليقي في دور هجومي. أيوب ماذا سيفعل؟ يمرر بخارج قدم عند عاطف شحشوح، يعني لف دوران وتسديد الكرة، ولكن كانت فقط أحد المدافعين. كرة في وسط الميدان، لاعب بوني كضيع منه، لاعب الشماخ ويقول الحكم ركنية. ركنية هذا اللاعب أشرف الزعر، أول ركنية في المباراة اللي فاتت منتخب زيمبابوي. نتابع، نعم الكرة غادرت وبشكل واضح خط المرمى. إذن ركنية لفاتت منتخب زيمبابوي. منتخب زيمبابوي اللي تقصى في المنافسات ديال كأس إفريقيا الأمم، كرة دائرية وكانت صوب القائم الأول ديال المنتخب الوطني، وتدخل الحارس ياسين بونو. الركنية الثانية، أو كيقول الحكم أن الكرة كانت خارج الخط ديال المرمى، قلت أقصية في الدور التمهيدي من الإقصائيات الخاصة بمنافسات ونهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015، أقصية أمام تنزانيا. قلت عنده مشاركة فقط في نهائيات كأس إفريقيا، الأولى كانت عام 2004 بتونس، الثانية 2006 بمصر، لم يتجاوز عتبة الدور الأول. تمريرة ممتازة الفكرة، ولكن هناك تسلل فعلا فعلا فعلا، كان هناك تسلل واضح من اللاعب الشماخ اللي كان سجل هدف من الأهداف الستة اللي فاز بها المنتخب الوطني يوم الخميس الماضي أمام منتخب بنين. هذا هو الشماخ من مواليد 1984، جربة بكريستال بالاس الآن الإنجليزي. ضربة خطأ يقول الحكم لفائدة منتخب زيمبابوي. كرة جانبية عن طريق اللاعب مويو بليسينغ. أربعة ديال اللاعبين زيمبابويين في المعترك، يصبحوا الآن خمسة. اللاعبين المغاربة كلهم في المعترك، هم أيضا نفذت كرة ضربة رأسية وتدخل. مروان الشماخ يبعد هذه الكرة، عميد المنتخب الوطني. حذاري من هذه الكرة خطيرة، الكرة اللي فادت منتخب زيمبابوي، والهدف الأول كان تراخي في الدفاع ديال المنتخب الوطني. هذا هو اللاعب اللي كان هدد المرمى في المرة الأولى، بوني الآن كيحرز الهدف الأول لفائدة منتخب زيمبابوي بالدقيقة 19، لأنه كان سوء تفاهم، كان تراخي أيضا من المدافعين ديال المنتخب الوطني. يمكن الهدف يفك العقدة ديال المنتخب الوطني اللي نتابع مرة أخرى، نتابع مرة أخرى. ربما كونو تأخر أيضا في الخروج ديالو، ما عرفتش إن كان عليه الخروج، ربما شاف أن المسافة اللي كتفصلوا أن اللاعب بونو لا تسعفه لإنقاذ هذه الكرة. على كل 1-0 يشعلها منتخب زيمبابوي منذ الدقيقة 19، في الوقت اللي كان المنتخب الوطني هو الأقرب لتسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. ولكن شيء جميل في مباريات الودية أن يسجل عليك الهدف حتى يقف المدرب الناخب الوطني على القدرة ديال رد الفعل ديال المنتخب الوطني وقدرة الرجوع في المباراة، القدرة في الرجوع. وإن كان البعض يتساءل عن
ما الفائدة من هذه المباراة؟ مباراة كانت مبرمجة في وقت سابق لكنها تبقى مفيدة للمنتخب الوطني في انتظار ماذا ستقول الكاف. وإن كان عيسى حياته كيلمح لعقوبة ديال 4 سنوات، هذا ما قال على الأقل في الاستجواب ديالو مع أحد الإذاعات الفرنسية راديو فوت انترناسيونال بالأمس، قال 4 سنوات ما يمكنش نكيلو بمكيالين على حد قوله، وشبه الحالة المغرب بحالة بعيدة بعيدة كل البعد عن الحالة ديال المغرب، الحالة ديال نيجيريا عام 1996، بحيث كان الرئيس النيجيري كان منع المنتخب ديال بلاده أنه يشارك في نهائيات كأس إفريقيا الأمم بجنوب إفريقيا، وبالتالي فرضت الكاف على المنتخب ديال نيجيريا عقوبة ديال الغياب ديال 4 سنوات. إذا ما كاينش مجال للمقارنة بين الحالتين، هنا حالة ديال المنتخب الوطني ديال البلاد اللي كتحمي المواطنين ديالها، كتحمي الزوار ديالها، ولها كامل الحق في ذلك، وهذه حالة لم يسبق أن حدثت بالنسبة لكأس إفريقيا صحيح، لكن كاين حدثت في مناسبات رياضية، منافسات رياضية سابقة، وتم إما تغيير التاريخ إما إلغاء نهائيا المسابقات. على كل الجماهير هنا يمكن نقول يعني عن آخره تقريبا يمكن تكون 20,000، يمكن تكون 20,000، لأنه الجانبات تقريبا كلها مليئة ديال الملعب الكبير مدينة أكادير، وهذه رسالة ليست مشفرة، ليست رسالة لا تحتاج إلى قراءات، لا تحتاج إلى توضيح، فهذه رسالة موجهة لكل من يهمه الأمر بأن الجمهور المغربي يبقى حاضر، يبقى مؤيد لفريقه الوطني مهما كانت الظروف. مباراة متوقفة، بفائدة منتخب زيمبابوي المتقدم لحد الآن بهدف 1-0. تعبت الكرة كترجع عند اللاعبين ديال المنتخب الزيمبابوي في الوقت اللي اللاعبين ديال المنتخب الوطني كيطالبوا بالكرة. تماس للمنتخب الوطني، عدوى لعب ليفانتي، أيوب الخليقي، الهدف اللي سجلوا اللاعبين الزيمبابويين سيعطي تصور آخر للمباراة، وسيعطي تصور آخر للمدرب بادو الزكي. عمر قادوري، تمريرة ولكن كانت في اتجاه المدافعين، قتالية من جانب المدافعين ديال المنتخب الزيمبابوي. هذا خطأ مرة أخرى من الدفاع ديال المنتخب الوطني، خطأ لحسن الحظ كانت عودة ديال المدافعين ديال المنتخب الوطني. يجب السرعة هنا، السرعة مطلوبة في هذه العملية الهجومية، لأنه كل لاعبين ديال المنتخب الزيمبابوي في المعترك، ولكن هناك تدخل المدافع، يعني هذا هو الآن لحد الآن أجود لاعب في الدفاع ديال المنتخب الزيمبابوي دوغلاس سيماندا رقم 5. تماس عند عمر قادوري، عمر في محاولة لإيجاد ثغرة في الدفاع المتماسك ديال المنتخب الزيمبابوي، كرة للجهة اليمنى، الخليقي عند عاطف شحشوح، عاطف يحاول المراوغة، عاطف شحشوح مرة أخرى، تمريرة عالية، ضربة رأسية في المعترك، كتضيع اللاعبين ديال المنتخب الوطني مرة أخرى. أعتقد أن المنتخب الوطني بات في
حاجة المساء إلى الهدف الأول. يأخذ المباراة مرة أخرى بالزمام المبادرة. ضربة خطأ يقول الحكم لفائدة الحارس دونوفان. جوج ديال حراس المرمى في المنتخب ديال الزيمبابوي. مباراة متوقفة لأنه تعطى الإسعافات لحارس المرمى ديال المنتخب الزيمبابوي. نتابع مرة أخرى الهدف، كيف جاء الهدف. كان تدخل نقص نوعا ما، واللاعب بوني يسجل الهدف في شباك المنتخب الوطني. كانت من أشرف الزعر. تلاحظون هذه إحدى اللافتات المكتوبة هنا بجنبات الملعب الكبير مدينة أكادير، الجمهور المغربي يساند قرار الحكومة المغربية. في اتخاذها لما تراه مناسبا، لما هو في مصلحة الشعب المغربي. ما كانش تسلل، ما كانش تسلل هذه الفرصة للمنتخب الوطني. كتضيع مرة أخرى، كتضيع مرة أخرى فرصة لفائدة المنتخب الوطني عن طريق اللاعب حمد الله عبد الرزاق. يعني بغى يلوبي كرة فوق حارس المرمى. نتابع مرة أخرى، ربما لو كانت طريقة أخرى ربما كانت أفضل، كانت الكرة تمشي في اتجاه الشباك اللي كانت فارغة، لأنه الحارس المرمى كان خارج كثير على المرمى ديالو، متقدم بمترات متعددة، أمتار متعددة. كنت تحدثت على 4 سنوات اللي كان تكلم عليها ولوح بها عيسى حياته. في 4 سنوات تعني غياب المنتخب الوطني على النسختين ديال كأس إفريقيا. النسخة هذه اللي غادي تقام بغينيا الاستوائية، ونسخة 2017 اللي مازال ما وجدوش لحد الآن الدولة اللي غادي تستضيفها في الوقت اللي غادي تكون فيه الدورة القادمة 2019، غادي تكون بدولة الكاميرون. استماتة من جانب اللاعبين ديال المنتخب زيمبابوي على مستوى خط الدفاع. تلاحظون تدخلات قوية وعنيفة من جانب اللاعبين ديال زيمبابوي. هنا يقرر الحكم التدخل، وورقة صفراء، ورقة صفراء مستحقة للاعب رقم 4 هو شارل موكانياري. وجمهور يطالب باهتزاز الشبكة. عمر القدوري أو القدوري عفوا. عمر القدوري كتضيع منه الكرة، كترجع عند لاعب المنتخب الوطني و تمس. تحية لبدر القادوري اللي كنحيوا الان بهذه المناسبة، الظهير الايسر اللي عاش لحظات جميلة ورائعة مع المنتخب الوطني لاعوام واعوام كظهير ايسر. يعني يتعلق العمر امر بعمر القدوري والذي يسير كما قلت ليصبح لاعبا اساسيا في صف المنتخب الوطني، ان لم يكن هو القائد ديال المنتخب الوطني على مستوى وسط الميدان. هذا اللي شفنا قبل قليل هو كاليستو باسوا الذي يراهن عليه المسؤولون في زيمبابوي لاصلاح احوال الكره الزيمبابويه، اعتمادا على مجموعه من اللاعبين الشبان
عاطف شحشوح امتلاك الكرة بنسبة كبيرة هو لفائدة المنتخب الوطني، لكن بدون فائدة لحد الآن. يعني مازال اللاعبين ديال المنتخب الوطني ما جبروش الحل، ما جبروش المفتاح لهذا الدفاع المتماسك ديال المنتخب الزيمبابوي. عاطف شحشوح مرة أخرى، عاطف ماذا سيفعل؟ كيضطر يرجع للوراء عند عمر القدوري. عمر كرة كانت صعيبة شوية، الكرة عند عمر في وسط الميدان، تسديدة كانت رائعة من جانب لاعب عمر القدوري، وتدخل الحارس كان رائع. ركن يا إذن هذه المرة من الجهة اليسرى، نتابع مرة أخرى الكرة ديال اللاعب عمر القدوري ممتازة، وحارس المرمى أيضا كان في المستوى بالتصدي لهذه الكرة. نفذت الركنية، ضربة رأسية إنما ديال الدفاع كترجع عند المنتخب الوطني. عاطف شحشوح للجهة اليمنى مرة أخرى، كرة عالية وهناك راية، هناك راية، هناك راية ديال الحكم المساعد سيرج مي. بادو الزكي يتحرك من الكرسي، لربما شاف ان هناك حاجة لإصلاح لتنبيه اللاعبين. كرة أمامية، كريم الأحمدي كترجع عند لاعبي المنتخب الزيمبابوي. هنا يجب السرعة، هنا يجب السرعة، لأنه اللاعبين ديال المنتخب الزيمبابوي كلهم صعدوا. عمر القدوري محاط بثلاثة ديال اللاعبين، عند عاطف شحشوح ماذا سيفعل؟ يسدد ولكن بعيد على المرمى، لأنه سلاح التسديد لحد الآن من بعيد مازال ما شفناش من جانب المنتخب الوطني. هنا كانت يمكن نقولوا التسديدة الأولى الوحيدة لحد الآن. هنا المحاولة كانت عن طريق لاعب عمر القدوري. تجاوزنا نصف الساعة الأولى من المباراة، 1-0 لفائدة زيمبابوي. الهدف اللي تسجل ضد مجرى اللاعب، نتيجة خطأ واضح في الدفاع ديال المنتخب الوطني على مستوى الجهة اليسرى. عمر القدوري، حمد الله عبد الرزاق، وتماس لفائدة المنتخب الوطني. تدخلات قوية ديال اللاعبين الزيمبابويين. عمر مرة أخرى يمر عند اللاعب الشماخ، الشماخ كيمر عند اللاعب عاطف شحشوح، شحشوح كيسدد ولكن كورتو كترتطم بالمدافع. وركنية، ثاني محاولة، أو كريم الأحمدي كان عفوا. ركنية للمنتخب الوطني. عاطف شحشوح الآن نفذت كرة، ضربة رأسية ولكن الدفاع كترجع عند المنتخب الوطني. عاطف شحشوح في الجهة اليمنى مرة أخرى كيسدد، وكتضيع الكرة مرة أخرى على المنتخب الوطني. تماس، يعني حارس زيمبابوي لحد الآن نقد الموقف في أكثر من مرة. زعر عند عدوى، جمال أيت بن يدر، ممتاز المرور. عمر القادوري ممتازة، ما كانش أو تسلل كقول الحكم، كان تسلل. اللاعب الشماخ مترو 88. هذه المباراة رقم 64 ديال اللاعب الشماخ مع المنتخب الوطني. يعرف حق المعرفة المدرب بادو الزكي، بحيث العنصر الوحيد اللي كان خاض مع بادو الزكي نهائية كأس إفريقيا 2004، وهو أيضا الوحيد اللي كان واجه منتخب زيمبابوي في آخر مواجهة بين المنتخبين برسم نهائيات أو إقصائيات كأس إفريقيا. الكرة للجهة اليمنى عند لاعب شحشوح،
شحشوح محاولة يمرر ولكن تدخل ديال الدفاع تمس. نقول لحد الآن يعني كان نوع من العقم على مستوى الهجوم ديال المنتخب الوطني. فالنج اللي كيمشي به ما فيش لحد الآن نوع من التغيير، نوع من الإبداع والخلق، يعني مونوتون أسلوب لحد الآن ديال المنتخب الوطني. المباراة كتوقف لأنه إصابة أحد اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي. لاعب جابرييل نيوني. ونتابع مرة أخرى المحاولة صدها للحارس دونوفان. فالمواجهات بين الفريقين سنة 2006 كانت ودية بمراكش، المغرب كان فاز بهدف لصفر. المباراة اللي كان حضر فيها اللاعب الشماخ كانت سنة 2007 إقصائية كأس إفريقيا ديال 2008 الذهب بهراري. كانت المباراة انتهت متعادلة والإياب بالرباط. كانت المباراة انتهت بجوج صفر لفائدة المنتخب الوطني. هكا كنوجدوا المواجهات بين المغرب وزيمبابوي قليلة جدا. كرة للجهة اليمنى ركنية للمنتخب الوطني. جمهور متعطش طبيعة الحال للأهداف، ينتظر أهداف شباك منتخب زيمبابوي قبل صفارة الحكم قبل نهاية الجولة الأولى. تنفذت الكرة ولكن هناك دفاع. كترجع مرة أخرى عند المنتخب الوطني عند عاطف شحشوح. مرة أخرى عاطف كيرفعها، الدفاع يتدخل ونجم الدفاع لحد الآن ودوغلاس سيباندا. تماس للمنتخب الوطني. كرة صوب المعترك، ما كاينش حلول أمام اللاعبين ديال المنتخب الوطني. اليوم يوجدوا الحل الانسجام كبير على مستوى الدفاع ديال المنتخب الزيمبابوي. هنا ضربة خطأ للمنتخب الوطني واللاعب مروان شماخ. نتابع كان جر من اللاعب كارلوس كوزيري. كل اللاعبين بدون استثناء ديال المنتخب الزيمبابوي كلهم في المعترك. وعمر القدوري وراء الكرة. يرفعها عمر، ضربة رأسية مرة أخرى، فرصة ولكن كانت ضعيفة. كتمشي بين يدي الحارس دونوفان. تلاحظون الملامح ديالو، طفل طفل صغير. كرة أمامية بونو كيبعد الكرة في وسط الميدان عند لاعبي منتخب زيمبابوي. إنما أخطاء متكررة وبداية من جانب لاعبي المنتخب الوطني على مستوى الدفاع. أيوب الخليقي، شحشوح في الجهة اليمنى، كريم الأحمدي عند عاطف شحشوح. كيرجع مرة أخرى للجهة اليمنى عند أيوب الخليقي، كريم الأحمدي، عمر القدوري. عمر واحد اثنين مع حمد الله عبد الرزاق ولكن الدفاع كيدخل. كتبقى الكره قريبه المعترك ديال منتخب زيمبابوي. حمد الله عبد الرزاق، حمد الله يمرر وركنيه.
بعد اعتراض الكره من جانب اللاعب بوني مسجل الهدف الوحيد لفائده منتخب زيمبابوي لحد الان. اللعبات الركنيه شحشوح شحشوح يمرر وركنيه او بالاحرى كان هناك تسلل يقول الحكم عاطف شحشوح لمسوا الكره. لحد الان اكثر اللاعبين المغاربه اللي مسوا الكره كان هنا تسلل فعلا. لكن الاسلوب كيبقى رتيب لحد الان ديال المنتخب الوطني. ياسين بونو كريم الأحمدي مروان شماخ كيطلب الكرة عمر القدوري عمر كيمشي في وسط الميدان تمريرة ولكن تدخل الدفاع. وتمات بعد تدخل كريم الأحمدي. تماس لمنتخب زيمبابوي الأحمدي من مولد 1986 وخطأ فعلا خطأ على اللاعب الأحمدي لأنه استعمل اليدين ديالو دفع اللاعب ديال زيمبابوي كرة مع اللاعب مويو بليسينغ. كرة للجهة اليمنى ولكن بعيدة تماس للمنتخب المغربي أشرف الزعر. عدوى زعر الان عدوى كان هو داكوستا هو اللي لعب الكره مع اللاعب الزعر. تازه التمرير للجهه اليسرى عند مروان الشماخ. مروان ماذا سيفعل؟ تاز الكره الثلاثيه تمرير ولكن في الدار ديال مروان الشماخ ما كانش امامه جانب اللاعب الزعر. كريم الأحمدي في تغطية وضربة خطأ يقول الحكم لفائدة المنتخب الوطني. تغطية على اللاعب أشرف الزعر اللي انتقل للمعترك ديال المنتخب زيمبابوي. جمال آية بن يدر الكرة للجهة اليمنى. عاطف شحشوح عاطف شحشوح أمامه جمال آية بن يدر لاعب أوكسير يمرر وتدخل حارس المرمى. طرف تماس وحارس المرمى كيتصاب. سد برجل اليسرى واللاعب مشى قلب على الآلام في الدرع الأيسر. هذه جنبات الملعب الكبير بمدينة أكادير. ذكرتنا نوعا ما بأقرب موعد هنا بهذا الملعب المباراة بين الحسنية والرجاء البيضاوي. ذكرتنا أيضا بالمباريات اللي كان خاضها فريق الرجاء البيضاوي هنا بهذا الملعب السنة الماضية برسم نهائيات كأس العالم للأندية. النهائيات اللي غتقام هذه السنة بين الرباط ومراكش بحضور فريق المغرب التطواني اللي كنتمناو له التوفيق كنتمناو له يدافع خير دفاع عن الكرة المغربية وله من الإمكانيات ما يجعله يحقق نتائج طيبة على غرار فريق الرجاء البيضاوي. لعب تماس للمنتخب الوطني المغرب التطواني غادي يواجه في أول مباراة ديالو أوكلاند سيتي
تسديده فوق المرمى كانت لما لا، كانت فكره جيده لما السيده كانت بعيده على المرمى. الحارس دونوفان كانت من اللاعب داكوستا لاعب سيفاسبور تركي، مروان داكوستا من مواليد 1986. هذه المباراة رقم 7 عنده مع المنتخب الوطني، على أنه التحق بالمنتخب الوطني منذ مجيء سيد بدو الزكي، وبالأحرى عودة بدو الزكي للمنتخب الوطني. تمس لزيمبابوي، حذر من الأخطاء، أخطاء بدائية قد تكلفنا كثيرا. هنا ركنية مجانية كان بالإمكان تفاديها، لأنه تحرج ياسين بونو في موقف حارج، ما وجدش حل إلا إبعاد كرة بتلك الطريقة. إذن ركنيات نفذت وإبعادها فترجع مرة أخرى، لكن في تمس. ثواني قليلة ويعني الحكم عناية الجولة الأولى بتقدم منتخب زيمبابوي بكرة وبحرى بنتيجة لا تعكس تماما الوجه ديال المباراة، وإن كان تعكس نوعا ما الأخطاء اللي وقع فيها الدفاع ديال المنتخب الوطني. لحد الآن وقع المنتخب الوطني في أخطاء في أكثر من مرة. تماس للمنتخب الوطني، كرة أمامية باتجاه اللاعب الشما، فرصة ولكن تدخل الدفاع، التغطية كانت جيدة من اللاعب حمد الله عبد الرزاق لاعب كوانكو الصيني. كترجع الكرة مرة أخرى عند لاعب المنتخب الوطني وتماس، بنسبة كبيرة ديال امتلاك الكرة للاعب المنتخب الوطني، لكن تفوق ل منتخب زيمبابوي. إبعاد الكرة فقط من أجل إبعاد عند لاعب المنتخب الوطني، كرة أمامية باتجاه اللاعب الشماخ كتضيع الكرة كتضيع اللاعب ديال المنتخب الوطني. الشماخ بغى ينزل الكرة ديالو في الوقت اللي كانوا كيعتقدوا المدافعين أنه غيضرب بالرأس متابعة مرة أخرى، نزل الكرة بالصدر ديالو ولكن تدخل ديال حارس المرمى كان في الوقت المناسب. فهاد الأثناء كان الحكم الغابوني الأولى كانت أخطاء في الدفاع ديال المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، حتى الهدف اللي كان جا في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب بوني هو كان أيضا عن طريق خطأ. على كل الجولة الثانية المنتخب الوطني مطالب بتغيير الإيقاع إذا أمكن ذلك. المدرب سيد بدو الزكي عليه إعادة النظر في الأسلوب ديالو لحد الآن، الأسلوب اللي كيخوض به المنتخب الوطني هذه المباراة اللي دخلت في نوع من صفحات رتيبة، يعني حتى اللاعبين ديال زيمبابوي فهما فتنوا الأسلوب ديال المنتخب الوطني. الآن تغيير في صفوف المنتخب الوطني، يدخل هو اللاعب أسامة السعيدي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي. إذن نفس آخر من خلال هذا التغيير يريد المدرب بدو الزكي أعطاه للمنتخب الوطني كي يأخذ المكان ديال اللاعب عاطف شحشوح. إذن مهاجم بمهاجم، هذا هو التغيير اللي وقع في تشكيلة منتخب زيمبابوي هاد المرة. اللي كيدخل هو دافيد مويو هو اللي كيغادر، وكيدخل إيمانويل ماندريفانغا هو اللي كيدخل. إذن انطلاق الجولة الثانية من هذه المباراة، قلت المنتخب الوطني ما مسموحلوش أنه يتعثر في هذه المباراة أمام منتخب متواضع كمنتخب زيمبابوي. ضربة خطأ مع البداية لفريق المنتخب الوطني،
يعني كانت تدخلات قوية من جانب لاعبي المنتخب ديال زيمبابي. هنا تدخل ديال مويو بليسينغ في حق مروان الشماخ، كان انذار واحد في الجولة الأولى من هذه المباراة، وكان لأحد لاعبي منتخب زيمبابوي. إذن ما بعيداش كرة كتير جانبية على المرمى ديال المنتخب الزيمبابوي، عن المرمى ديال دونوفان. تلعبات كرة عالية، إنما اللاعبين ديال زيمبابوي كيبعدوا الكرة. كريم الأحمدي، ولكن انطلاقة في هجمة لفائدة منتخب زيمبابوي. هذه المرة كان خطأ على مستوى وسط الميدان جانب لاعب كريم الأحمدي. كرة عند الحارس دونوفان، تمس لمنتخب زيمبابوي. قلت منتخب زيمبابوي اللي كيحتل المرتبة الواحدة بعد المئة في التصنيف العالمي اللي كتصدر الفيفا. هذه هجمة لفائدة المنتخب الوطني وعودة جماعية ديال المدافعين ديال زيمبابوي. كتضيع الكرة للمنتخب الوطني، انطلاقة في هجمة ولكن تدخل أشرف الزعروة، عودة عند الحارس ياسين بونو. بونو على الفور كيبعد الكرة، كترجع عند مروان الشماخ، ولكن الإيقاع غادي يبدا يتهرس من جانب لاعبي منتخب زيمبابوي. مرة أخرى هذا اللاعب اللي سجل الهدف مصاب، أساليب مشروعة صحيح، ولكن كتخلي المباراة تصاب بنوع من التعثر وترس الإيقاع حتى ديال المنتخب الوطني. على الرغم من صغر السن ديالهم فكيتميزوا بجرأة كبيرة هاد اللاعبين ديال المنتخب زيمبابوي. ضربة خطأ يقول الحكم الغابوني لفائدة المنتخب الوطني. فرصة للمنتخب الوطني، ولكن تدخل الدفاع أمام حمد الله عبد الرزاق. كانت التحضير كان جيد، ولكن العملية لم يتممها بالشكل المطلوب. تماس للمنتخب الوطني. كريم الأحمدي. داكوستا، مروان، عودة مرة أخرى عند كريم الأحمدي. عمر القدوري كيفرق الكرة للجهة اليسرى. السعيدي، أسامة، أسامة كيحاول يتوغل، كيرجع مرة أخرى عند أشرف الزعر. وضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني. كرة جانبية، هذا هو اللاعب أشرف الزعر الظهير الأيسر ديال المنتخب الوطني من مواليد 1992. المباراة بدأت بتقريبا نفس الإيقاع كما انتهت في الجولة الأولى. سيطرة ميدانية ديال المنتخب الوطني، ولكن لم تترجم المحاولات لأهداف حقيقية في المرمى ديال المنتخب الزيمبابوي. عمر القدوري كيسدد بقوة، ولكن
استماتة من جانب اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي كحلول للركنية هي الأولى في الجولة الثانية. نتابع مرة أخرى هذا مسجل الهدف واللي نقد الحارس ديالو من هذه الكرة اللي كانت فيها نوع من الخطورة. مرة أخرى السعيدي هجمة لفادة منتخب زيمبابوي ولكن تدخل كريم الأحمدي تماس لمنتخب زيمبابوي اللي غادي يبداو اللاعبين ديالو كيكسبوا المزيد من الثقة مع مرور الوقت لأنه الهدف اللي مسجلو لحد الآن فهو يعني منحهم ثقة كبيرة في النفس والاعتزاز أيضا بتسجيل الهدف شباك المنتخب الوطني. كريم الأحمدي زعر أسامة السعيدي أسامة كيدخل كهي الكرة لعمر القدوري عمر كيراوه عمر بدا سيف عيش الدين ولكن صوب الحارس المرمى لنقول أنه محظوظ الحارس دونوفان كرة كترجع مرة أخرى عند لاعبي المنتخب الوطني اللي كيبحثوا عن الهدف ديال التعادل. كريم الأحمدي كريم انتشار جيد ديال اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي على رقعة الميدان خاصة على مقربة من منطقة العمليات ديالهم الكرة للجهة اليسرى لذلك اللاعبين ديال المنتخب الوطني كيحاولوا ينوعوا ضربة رأسية ديال الدفاع لاعب بوني اللي تحول للدفاع كترجع عند لاعبي المنتخب الوطني للجهة اليمنى لكن تدخل اللاعبين الزيمبابويين ابعاد الكرة وراند لاعب موكواني وابعاد الكرة تماس للمنتخب الوطني. نتابع مرة أخرى هذه المحاولة والكرة كانت بين يدي الحارس دونوفان خمسة متر وخمسين لمنتخب زيمبابوي منتخبا لما توجهوش كثير ثلاثة ديال المناسبات فقط رسميا كانت بإطار منافسات إقصائيات كأس إفريقيا 2008 هذه فرصة لفادة منتخب زيمبابوي حذر من الأخطاء في الدفاع ديال المنتخب الوطني. تمريرة أمامية باتجاه اللاعب الشماخ سعيدي في تماس كريم الأحمدي ضربة خطأ يقول الحكم لمصلحة مدافع زيمبابوي. الحمد لله يبحث عن الممر لتسجيل الهدف وإحراز الهدف السادس ديالو مع المنتخب الوطني في هذه المباريات الودية. ياسين بونو كيدخل شماخ شماخ يمرر ولكن فقط عند حارس المرمى فرصة مرة أخرى كان خطأ في الدفاع ديال المنتخب الوطني يعني على الرغم من كون المنتخب ديال زيمبابوي ما كيمرش ضغط كبير على المدافعين ولكن نتابع مرة أخرى ولكن الأخطاء قاتلة في الدفاع ديال المنتخب الوطني تارة من جانب تاكوستا وتارة أخرى من جانب اللاعب عصام عدوى
كريم الأحمدي. داكوستا أحمدي أسامة السعيدي، أسامة السعيدي كيسدد ولكن الكرة كتصطدم بأحد المدافعين ديال المنتخب زيمبابوي. داكوستا يسدد ولكن كرة بعيدة وركنية لفائدة المنتخب الوطني. دقيقة 56 من عمر هذه المباراة وتغيير آخر الآن في صف المنتخب الوطني. ياشور محسن لاعب المغرب التطواني اللي عنده ذكريات جميلة في هذا الملعب مع فريق الرجاء البيضاوي في منافسات المونديالتو، كياخذ مكان لاعب حمد الله عبد الرزاق. إذن ثاني تغيير في صف المنتخب الوطني. عمر القدوري نفذت و فرصة والكرة خارج الملعب خارج المرمى. 5.50 لمنتخب زيمبابوي. حتى الحظ ما كيساعدش اللاعبين ديال المنتخب الوطني لحد الآن. يعني حارس المرمى الآن كياخذ الوقت الكافي ديالو. 5.50 لمنتخب زيمبابوي. قلت زيمبابوي اللي تقصات في الدور التمهيدي من منافسات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2015 أمام منتخب زيمبابوي أو أمام منتخب تنزانيا عفوا. عمر القادوري، جمال، ياجور، السيدي، زعر بغى يمر في اتجاه اللاعب محسن ياجور لكن استماتة وتكتل المدافعين ديال منتخب زيمبابوي، لذلك بات على المدرب بادو الزكي وبإلحاح إيجاد الأسلوب الناجئ. لإيجاد تغرف هذا الدفاع المتماسك. أعتقد أن الحل لن يتأتى إلا بالتنشيط الجيد للجهتين اليسرى واليمنى ديال المنتخب الوطني. دي فرصة ولكن تدخل الدفاع يعني من العمق، يعني يستحيل مرور عبر المدافعين ديال المنتخب الزيمبابوي. قلت بتواجد لاعب عملاق اللاعب دوغلاس مرة أخرى بإبعاد الكرة. كاين دوغلاس وكاين ايضا اللاعب تيناسي، هادو جوج ديال اللاعبين رقم 5 ورقم 6 يعني يصعب تجاوزهم. السعيدي تماس لفائدة المنتخب الوطني. لمسة فنية الشيء اللي معروف به اللاعب أسامة السعيدي. إذن فرصة للمنتخب الوطني دخول معترك جديدة ولكن يعني تكتل دفاعي كبير ديال اللاعبين ديال المنتخب زيمبابوي. ركنية للمنتخب الوطني. زيدان ما كترصطم هذه المرة بأحد اللاعبين المغاربة. زعار كورتو ما مشاتش بعيد، مشات محادية للقائم أيمن ديال مرمى الحارس دونوفان. الجمهور الآن يمكن يتقدر بأزيد من 30,000 متفرج. صوروا مباراة ودية في ظروف صعبة بالنسبة للكرة المغربية بالنسبة للمنتخب الوطني، ومع ذلك ف جمهور مصر على الحضور ومؤازرة المنتخب الوطني، وبالتالي فالمنتخب الوطني مطالب برد الجميل لهذا الجمهور. عمر القادوري، عمر ماذا سيفعل؟ كاد يرتكب الخطأ اللاعب عمر القدوري.
محسن ياجور عند اللاعب السعيدي. السعيدي ماذا سيفعل؟ السعيدي كيدخل معترك ولكن ركنية. يعني كل الحلول كل الأبواب مقفولة أمام المهاجمين ديال المنتخب الوطني. هذه من الأوراق اللي ممكن نقول لحد الآن وإن كان مازال ما عطاتش النجاعة الكافية ديالها الاعتماد على اللاعب السعيدي المراوغة ديال اللاعب السعيدي. ركنية للمنتخب الوطني المسيطر سيطرة مطلقة على المباراة ولكن الهدف لحد الآن فهو تعذر على المنتخب الوطني. ركنية من الجهة اليمنى نفذت وكيدخل هذه المرة الحارس على الرغم من قصر القامة ديالو فهو تصدى لهذه الكرة. الآن هجمة لفادة المنتخب الوطني ولكن الزيمبابوي لكن تدخل داكوستا. داكوستا ما كانش تسلل ما كانش تسلل ما كانش تسلل فرصة كتضيع مرة أخرى على المنتخب الوطني. محسن ياجور كريم الأحمدي كريم مروان الشماخ السعيدي. السعيدي كرة رجال اليمنى ممتازة محاولة ولكن كتبقى بعيدة بعيدة على المنتخب الوطني وتدخل الدفاع وحارس المرمى دونوفان. يعني يمكن نقول أن المنتخب الوطني في حصة تدريبية ولكنه عجز عن تسجيل الهدف وهذا هو الأهم. هذا هو الأهم لأنه كما قلت لما تسجل الهدف ديال منتخب زيمبابوي فهذه فرصة. هذا تسلل نعم كان تسلل فقلت هذه فرصة لبدو الزكي لقياس مدى قدرة المنتخب الوطني واللاعب المغاربة للعودة في مثل تلك الحالات. يعني رد الفعل لحد الآن رد الفعل ما نقولش سلبي ولكنه غير موفق لحد الآن ديال المنتخب الوطني مع أنه لم ينجح لحد الآن في إحراز هدف التعادل. سهولة اللاعبين ديال المنتخب الوطني كيسترجعوا الكرة ولكن صعوبة في البلوغ للمرمى. كريم الأحمدي كريم كيسترجع الكرة. أيوب الخليقي جمال أيت ميدر عاطف أو كرة للمنتخب الوطني والهدف. وأخيرا الهدف يأتي في الدقيقة 64. أسامة السعيدي وينطلق فرحة يطير فرحة بهذا الهدف ويعانق الطاقم التقني للمنتخب الوطني. أسامة السعيدي يعود معلق الشباك بعد غياب طويل على المنتخب الوطني. إذن هدف لمثله لعله يكون البداية والفاتحة لعهد جديد في هذه المباراة. هدف مفروض من المفروض أن تتلو أهداف أخرى. نتابع كان بناء كان إرهاق ديال المدافعين ديال المنتخب الزيمبابوي وأسامة السعيدي كينزل الكرة في الجهة اليمنى ديال الحارس. كانت متابعة رغم ذلك كانت متابعة من الحارس دونوفان ولكن الكرة كانت مركزة بشكل جيد لتوجيه صوب مصطفى حجي. عمر القدوري عمر وكان هناك ضربة خطأ وأمام أي الحكم إلا ما قلتش كان اعتداء على اللاعب الشماخ وأمام أي الحكم الجابوني. تحركت الجنبات ولكن مرة أخرى خطأ ديال اللاعب داكوستا وضربة خطأ. فعلا هناك خطأ لفائدة المنتخب زيمبابوي. قلت حركات الجماهير لأنه كنعرفوا الطاقة الاستيعابية ديال هذا الملعب هي 45,000 متفرج. الآن العدد يمكن يبلغ 30,000 حتى 35,000 متفرج. تنقص فقط الأهداف في هذه المباراة. اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي كياخذوا الوقت الكافي ديالهم.
غادي نفذوا اللاعب بليسينغ، نفذت الكره بشكل ذكي و تدخل الدفاع تمس افاده المنتخب ديال زيمبابوي. الان بغى يبحث على الهدف الثاني، وهذا شيء ايجابي الى خرجوا اللاعبين ديال زيمبابوي من التقوقع الدفاعي ديالهم، غادي يكون شكل جيد. غادي ضربه خطا، ضربه خطا وخصا انذار، اعتقد خصا انذار. لا لا فعلا فعلا هناك انذار، فعلا هناك انذار، ورقه صفراء لانه كيدخلوا بخشونه اللاعبين ديال زيمبابوي. والانذار الثاني لمنتخب زيمبابوي الان كيتوجه للاعب رونالد. نتابع مره اخرى، يعني تدخل دون هواده، يعني ما كيحسبش الحساب. اذا فرصه للمنتخب الوطني. جمال ايت من يدر نفذت الكره، ولكن تدخل الدفاع. عودة عند عمر قدوري. عمر كانت ضربة، كانت ضربة من الخلف، كانت ضربة من الخلف. سعيدي تحول للجهة اليمنى، تلاحظون يعني كيلعبوا الكاتش اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي، كيلعبوا الكاتش، يعني مبقاتش فقط تدخلات بالارجل بل اصبحت حتى بالايدي. يعني الهدف تلاحظون، تلاحظون الهدف يسجل عليهم فجعلهم انهم يصبحوا اكثر شراسه. ولذلك اعتقد احسن جواب هو تسجيل اهداف اخرى في المرمى ديال الحارس دونوفان. داكوستا الاحمدي، لما كره شويه صعيبه، اللاعب داكوستا ماشي هو اللاعب داكوستا اللي كنعرفوه، يعني ناقص كثير اللاعب داكوستا. هنا رجع من فوق ديال اللاعب جمال ايت من يدر، لاعب اوكسير الفرنسي. نوعا ما بدا الاتجاه ديال المباراه كيتغير، بداو اللاعبين ديال زيمبابوي بداو كيحاولوا يوصلوا للمرمى، اللي كانت تمريره غير موفقه تماما من لاعبين دونالد. الوقت يمر 69 دقيقة، واحد لواحد بين المغرب وزيمبابوي في هذه المباراة الودية. المباراة الودية التاسعة للمنتخب الوطني رفقة بدو الزكي. عمر القادوري أو السيدي عفوا، هذه فرصة وضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني. كنت قلت ردة فعل من اللاعب القادوري اتجاه أحد اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي، لأنه هو اللي تعدى اللاعب القادوري في البداية. ما فهمتش هذا السلوك ديال اللاعبين الزيمبابويين. قلت أفضل رد عليهم هو تسجيل أهداف أخرى في الشباك ديال منتخب زيمبابوي.
رقم أربعة كان عنده احتكاك مع اللاعب عمر القدوري اللي كان ضحية، هذا اللاعب شارل موكانايري يدخل في الجولة الثانية. كان هذا لاعب أساسي في منذ بداية المباراة. كرة في وضعية مواتية لإضافة الهدف الثاني. محسن يجر الكرة الوقت اللي كان الجميع كيتوقع المنتخب الوطني سيرسيل وابل من الأهداف في مرمى منتخب زيمبابوي، لأن كيوجد صعوبة المنتخب الوطني بين من سينفذ هذه الكرة، زعر أم يجور. زعر يجور ينفذ وكرة في الركنية. المدافعين ديال المنتخب زيمبابوي يعني كيصدوا لجميع الكرات. لعبات الركنية بسرعة عند لاعب السعيدي. السعيدي كيمرر بالرجل اليسرى ولكن فقط في اتجاه اللاعبين ديال المنتخب زيمبابوي. انطلاقه في هجمه ولكن هناك ارتباك ديال اللاعبين الزيمبابويين، يعني متواضعين كثير، يعني محدودين تقنيا اللاعبين الزيمبابويين. الهدف اللي كان تسجل كان في لحظه من اللحظات كان تراخي من جانب المدافعين ديال المنتخب الوطني. لما نقول خطا كان فادح في ديال المدافعين ديال المنتخب الوطني، باستثناء ذلك ما شفناش شيء كثير من جانب هذا المنتخب. كان سمات دفاعيه فقط. جمال ايت من يدر محسن ياجور. محسن ياجور جربته مع الرجاء البيضاوي على مستوى بطوله كاس العالم للانديه، ستكون بالتاكيد مفيده لفريقه فريق المغرب التطواني. مروان الشماخ، كريم الأحمدي، جمال عيت بني الدري لما الضائعة هذه المرة قد ضيع منه الكرة. انطلاقة في هجمة لفدة المنتخب الوطني وعودة عند الحارس ياسين بونو. زعر أسامة السعيدي يعود عند لاعب الزعر. عدوى كرة أمامية ممتازة في اتجاه اللاعب الشماخ وتمس. كريم الأحمدي بناء هجومي للمنتخب الوطني، إنما أمامهم جدار ديال اللاعبين الزيمبابويين. سعيدي يحاول إيجاد الثغرة، إيجاد المنفذ، إيجاد الحل. يمرر والكرة في التماء أو ركنية مرة أخرى، يعني كيبعد الكرة كما جاب الله المدافعين ديال المنتخب زيمبابوي. المهم إبعاد الكرة، جوج ديال اللاعبين متألقين في الدفاع ديال المنتخب زيمبابوي، مادي بي تيناسي ورقم خمسة دوكلاس سيباندا. نفذ الكرة، حارس المرمى كيبعد الكرة وضربة خطأ لفائدة الحارس دونوفان. كيسقط مرة أخرى. تغيير قادم في صفوف منتخب زيمبابوي، غادي اللاعب غابرييل نيوني وغادي يدخل كيت ماكفونغا. وتغيير اخر في صفوف المنتخب الوطني، يدخل زكريا البيض لاعب فيتاس ارناي. لما كان لا
اللاعب عمر القدوري لانه تحرك كثير. اللاعب عمر القدوري مجهودات كبيره وايضا كان عرضه لتدخلات عنيفه من جانب اللاعبين الزيمبابويين، وذلك ارتاح المدرب بدو الزكي ضروره تغيير هذا اللاعب. تابعونا الهدف عن طريق اللاعب السعيدي. اللاعب جمال ايت بن الدر قائم بمباراة جيدة قتالية كبيرة في وسط الميدان، كانت تمريرة خاطئة جانب اللاعب اشرف الزعر. كرة في التماس، كيف ما كانت نتيجة هذه المباراة أكيد أن المنتخب ديال زيمبابوي غادي يكون سعيد بالنتيجة. تمريرة جاية اليسرى ممتازة، تمريرة المعترك ولكن تدخل ديباع، فرصة اللاعب ياجور. ياجور كيراوغوا ضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب الوطني لأنه كان كيبحط عليها اللاعب ياجور، كيدخل بين ثلاثة ديال المدافعين وضربة جزاء، وأعتقد أن ياجور هو اللي غادي يضرب، باش ما نقولش هو اللي غادي يسجل، غادي يضرب ضربة جزاء. نتابع مرة أخرى، كانت عرقلة واضحة من جانب لاعب كيث مافونغا. هذه الهدية ديال هذا اللاعب اللي دخل قبل قليل، أول لمسة ديالو ديال الكرة كيرتكب ضربة جزاء. محسن ياجور يستعد لتنفيذ ضربة جزاء دقيقة 79، سيعطي التقدم للمنتخب الوطني في مباراة نقول للمنتخب الوطني يوجد صعوبة كبيرة. صحيح أنه ما كانش محظوظ، ولكن يوجد أيضا صعوبة في فك اللغز ديال الدفاع المتماسك للمنتخب زيمبابوي، والهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني. تفكت نوعا ما العقدة ديال دفاع منتخب زيمبابوي، بقات أمام المنتخب الوطني 10 دقائق، هي مساحة زمنية كافية للعناصر الوطنية لإضافة أهداف أخرى. الحارس كان عنده قراءة جيدة، شاف المكان اللي أرسل فيه محسن ياجور الكرة، لكن كانت كرة مركزة دقيقة وكان صعب عليه أنه ياخذها يبعدها. ضربة خطأ يقول الحكم لفائدة المنتخب ديال زيمبابوي. عشر دقائق متبقية من عمر هذه المباراة، المنتخب الوطني متقدم بجوج الأهداف مقابل هدف واحد بعد المباراة الودية التاسعة للمنتخب الوطني رفقة المدرب بدو الزكي. ما كانش خطأ يقول الحكم الغابوني لفائدة المنتخب الوطني. محاولة الدخول بقوة من جانب اللاعبين ديال منتخب زيمبابوي، فرصة للمنتخب ديال زيمبابوي. كاد منتخب ديال الزائر أن يضيف الهدف الثاني، هدف التعادل. كان مرة أخرى كان تعثر ديال المدافعين ديال المنتخب الوطني وتلكؤ في إبعاد هذه الكرة. نلاحظ مرة أخرى من جانب اللاعب داكوستا،
مع قليل من الحظ والتركيز كان يكون الهدف الثاني لمنتخب زيمبابوي. هذه كرة عودة، كرة عائدة من جانب الشماخ. كرة أمامية، حارس بونو كيبعد الكرة، تماس وتغيير آخر في صف المنتخب الوطني. زهير فطال هو لا يدخل ويأخذ مكان اللاعب زهير فطال. زهير فطال كيدخل مكان اللاعب الأحمدي. أنا شاف ربما المدرب بدو الزكي أن هناك حاجة لتعزيز خط الدفاع، لأنه مع الحق لأنه كانت ثغرات كبيرة في الدفاع، كانت أخطاء قاتلة في الدفاع ديال المنتخب الوطني خاصة من جانب اللاعب داكوستا. ولذلك ارتا إخراج الأحمدي لاعب الوسط وإدخال الحكم. هنا يمكن مع يعني ارتباك الحكم الكابوني في الوقت اللي كان خطأ فاتة المنتخب الوطني. نتابع مرة أخرى، لكن كأعلن على لمسة يد ديال لاعب الخالقي. لما كيبقى العناصر الوطنيه استغلوا هذه الفرصه ديال التقدم ديال لاعبي زيمبابوي اللي احرز الهدف الثاني او الهدف الثالث بالاحرى، على الاقل 3-1. اعاده تماس لمنتخب زيمبابوي، كرة عالية ولكن خارج المرمى. كيظهر حتى أن الحارس ياسين بونو مازال في حاجة لإثبات الشخصية ديالو في المرمى ديال المنتخب الوطني، مازال في حاجة للحضور أكثر في المرمى ديال المنتخب الوطني حتى يكسب ثقة أكبر، لأن حتى مع فريقه الجديد ساراغوس فهو يعني ما كيدخلش كرسمي الحارس ياسين بونو. لذلك فهو مازال في حاجه لمباريات اكثر. الهجمه لفائده المنتخب الزيمبابوي اللي خرج الان من التقوقع الدفاعي ديالو. قلت هذه فرصه للمهاجمين ديال المنتخب الوطني لاضافه على الاقل هدف اخر. زكريا البيض لاعب فيتاس ارنايم، كره للجهه اليسرى عند اسامه السعيدي. اسامه زكريا البيض، زكريا وشماخ يعني ما تمتش العملية. زهير فضال كيسدد ولكن الكرة كترتطم بأحد المدافعين. شماخ عند محسن ياجور، محسن ولكن دخلوا المدافعين. عودة عند الحارس دونوفان. وعودة عند الحارس هذه المرة بسلام عند حارس ياسين بونو. زهير فضال هذا اللي كيلعب مع فريق باليرمو الإيطالي، شأن أشرف الزعر. مروان داكوستا، زكريا البيض، مروان الشماخ البيض، محسن ياجور. ولكن فكرة كانت جيدة لكن كان المدافع زيمبابوي في المكان المناسب. كترجع الكرة عند لاعبي المنتخب الوطني. أصبح عصام معدوى هو اللي أصبح في وسط الميدان في الوقت اللي خدا مكانه على مستوى المحور الدفاعي. لاعب زهير فضال، مروان الشماخ وتماس. تغيير آخر في صف المنتخب الوطني. تغيير في صف المنتخب الوطني،
رشدي اشنطيح لاعب فيتاس ارنايم واللي غادي يدخل الان الظهير الايسر يدخل مكان لاعب اشرف الزعر. ثاني مباراه للاعب اشنطيح وتغيير اخر قادم في صف المنتخب الوطني. عبد الرحيم الشاكير خدا مكان ايوب الخليقي. اخر تغييرات تنقل بها للمدرب سيد بادو الزكي. شاكير ممتازه ممتازه الكره ولكن كترجع مره اخرى عند المنتخب الوطني. الوقت اللي المنتخب ديال زيمبابوي غادي يستعد وايضا لاجراء تغيير اخر. هجمه لفائده منتخب زيمبابوي محاولة تسديد سيدا والكرة خارج المرمى ديال الحارس بونو. كانت من جانب المسجل الهدف الوحيد لاعب بوني في الجولة الأولى. نتابع هذه المحاولة كرة كانت بعيدة على المرمى ديال الحارس ياسين بونو. وجوج ديال التغييرات دفعة واحدة في صف المنتخب ديال زيمبابوي. الحكم الرابع السيد عادي الزراق من عصبة الغرب والحكم الرابع ديال هذه المباراة. الدقائق الأخيرة من هذه المباراة 2-1 لفائدة المنتخب الوطني. إنما فوز من رحم المعاناة بالنسبة للمنتخب الوطني. ما كانش سهل هذا الفوز هذا. صحيح أن السيطرة كانت ميدانية مطلقة ديال المنتخب الوطني ولكن كان عجز كبير على مستوى الهجوم. فك الشفرة ديال الدفاع اللي كان متماسك. اعتقد ستكون هذه اخر مباراة ديال المنتخب الوطني في هذه السنة ديال 2014. فقد هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني وتدخل حارس المرمى. قلت ستكون اخر مباراة ديال المنتخب الوطني، اخر مباراة ودية بطبيعة الحال ديال المنتخب الوطني في هذه السنة ديال 2014 في انتظار قرارات الاتحاد الافريقي كرة القدم ردا على تمسك المغرب بطلب تأجيل منافسات نهائيات كأس أفريقيا للأمم. كرة لفائدة منتخب زيمبابوي وعودة موفقة للدفاع ديال المنتخب الوطني. نهائيات كأس أفريقيا للأمم اللي وجد لها في الأخير الرئيس عيسى حياته مستقر وهو غينيا استوائية. كينيا السوائي اللي سبق لها كما كنعرفوا انضمت كاس افريقيا 2012 الاشتراك مع الكابون. هذه كانت فرصه كان ممكن يستغلوها اللاعبين ديال المنتخب الوطني لكن كضيع كسب هجمه لفائده منتخب زيمبابوي. الان فرصه مواتيه للمنتخب الوطني اضافه الهدف الثاني. هناك ياجور كيطلب الكره السيدة كيتقدم بالكرة ديالو خمسة ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني. تمريرة للجهة اليسرى فرصة لفائدة المنتخب الوطني يجب دخول المعترك السيدة والكرة خارج المرمى. خارج المرمى كان بالإمكان يكون الهدف الثالث عن طريق اللاعب السعيدي واللاعب أشنطيح عفوا. نتابع مرة أخرى كرة ما مشات بعيد على المرمى ديال الحارس دونوفان. تماس للمنتخب الوطني ما تحية لهذا الجمهور اللي قلت العدد ديالو تجاوز 30,000 هذه الأمسية. والحكم الكابوني أعلن عن رمز خطأ لفائدة منتخب زيمبابوي. والتحية لهذا الجمهور اللي أصر على الحضور على الرغم من كون المباراة يعني ما عندهاش أهمية كبيرة الظروف اللي كيعيشها المنتخب الوطني ولكن أصر الجمهور على الحضور بكثافة وفي ذلك دلالة كبيرة ورسالة مهمة للقائمين على شؤون الكرة الإفريقية. كرة لفائدة المنتخب ديال زيمبابوي
تدخل دفاع هجمة ياجور 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 وتمس جوج ديال اللاعبين في الدفاع ديال المنتخب الزيمبابوي لاعب تيناغي واللاعب سيباندا. زهير فضال لاكوستا ممتازة للجهة اليمنى عند الشاكير الشاكير ولكن كرة بعيدة خمسة دقائق وقت بدل ضائع 5 متر و50 لفائدة منتخب زيمبابوي. كرة بعيدة وبين يدي الحارس بونو الكل ينتظر نهاية المباراة ولكن الكل يامل في أن يضيف المنتخب الوطني الهدف التالي ديالو حتى يؤكد الصحوة والخط التصاعدي اللي كيمشي فيه المنتخب الوطني. هذه فرصة للمنتخب الوطني فرصة لإضافة الهدف الثالث. هناك الشاكر انطلق تمريرة من اللاعب البيض ولكن كانت ناقصة شوية من اللاعب البيض وركنية لفائدة المنتخب الوطني. اللاعب الشاكر لاعب الجيش الملكي لاعب زكر البيض في التنفيذ نفذت وتدخل حارس المرمى. هجمة لفائدة منتخب زيمبابوي عودة ديال زهير فضال انطلاقة في هجمة لفائدة المنتخب الوطني. محسن ياجور تمريرة في اتجاه اللاعب ياجور ولكن فقط هناك الدفاع طقس بارد هنا بمدينة أكادير والكرة في التماس لفائدة المنتخب الوطني. شاكير كرة أمامية الحكم الغابوني يقول ضربة خطأ لفائدة منتخب زيمبابوي. الحكم الغابوني إيف أوروبونا مبورو كان تحكيمه جيد على الرغم بعض الاستثناءات بعض الأخطاء. تمس لمنتخب زيمبابوي بادو الزكي اكيد غادي تكون عنده قراءات اخرى لهذه المباراه. قلت هو اللي عبر على الارتياح ديالو على المنحه التصاعدي اللي كيمشي فيه المنتخب الوطني. كما قال فهو كان كيطمح ويامل في المشاركه دي تسديده ولكن بعيده كان كيطمح ويامل في المشاركه في نهائيات كاس افريقيا للامم 2015 لكن الاكراهات بطبيعه الحال اللي فرضت نفسها فيروس إيبولا القاتل. 5 متر و50 لفائدة المنتخب الوطني. ياسين بونو 1.89 متر من مواليد 1991 حارس ساراغوسا ساراقوسطا عودة عند بونو وفي هذا الأثناء يطلق الحكم صفارتهم وأعلن عن نهاية هذه المباراة أكيد أنه في